السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everyone. اليوم إن شاء الله سنرى سلسلة جديدة من تعلم اللغة الإنجليزية انطلاقا من مشاهدة بعض المشاهد من الأفلام الأمريكية. Learning English from American movies. تعلم الإنجليزية من خلال الأفلام الأمريكية. وفي هذه السلسلة سوف لن نقتصر على الترجمة فقط، بل سنحاول فهم هذه اللغة وتعلم بعض المفردات الجديدة والقواعد، والشيء الأهم هو النطق، كيف ننطق اللغة الإنجليزية الأمريكية بطلاقة. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر بشعار القناة الذي هو willingness، الرغبة، challenge، التحدي، وتحدي الصعاب لكي نتعلم اللغة الإنجليزية، ثم practice، الممارسة، أن نمارس ما نتعلمه. Scene number one، المشهد الأول. لدينا سؤالين. السؤال الأول: What did he want? What did he want? ماذا كان يريد؟ إذا السؤال هنا في الماضي What did. What did he say? ماذا قال؟ إذا what ماذا did he say؟ ماذا قال في الماضي؟ لنشاهد ونتمرن. What did you want? What did you say? What did you want? What did you say? What did you want? What did you say? Scene number two. يجب أن نعرف معنى how long. How long عندما تستعمل للتعبير عن الوقت فإنها تعني منذ متى. منذ متى. How long have you been here, Evan? منذ متى وأنت هنا, Evan? إذن هذه السؤال مهم جدا نستعمله للسؤال عن المدة التي قضاها شخص ما. لنشاهد ونتمرن. How long have you been here, Evan? How long have you been here, Evan? How long have you been here, Evan? Scene number three. That's a long time. هذا وقت طويل. Long تعني طويل. Time وقت. That's a long time. لنشاهد ونتمرن. It's a long time. It's a long time. It's a long time. Scene number four. How do you do that? How do you do that? كيف تفعل هذا؟ وفي هذا المشهد How do you do that؟ تعني كيف فعلت هذا في الماضي. لنشاهد. How do you do that? How do you do that? How do you do that? Scene number five. I have a family. I have a family. لدي أو عندي عائلة. I have a family. لنشاهد ونتمرن. I have a family. I have a family. I have a family. Number six. لدينا حوار بين رجل وطفل صغير. The man. You don't have contact with them. You don't have contact with them. ليس لديك تواصل معهم. Contact تواصل with مع. The child. Yes, I do. نعم لدي. Okay. هنا لدينا نعم لدي تواصل معهم. نختصرها ونقول Yes, I do. لنشاهد ونتمرن. You don't have contact with Yes, them. I do. You don't have contact with Yes, them. I do. You don't have contact with Yes, them. I do. Number seven. I don't want to be sent away. I don't want to be sent away. أنا لا أريد أن يتم إرسالي بعيدا. Wanna تعني want to. هي اختصار ل want to.
أريد أن. Okay. وبالنسبة لsend away وفعل أرسل بعيدا، وهنا أتى مبني للمجهول. Okay. أرسل بعيدا. I don't want to be sent away. لنشاهد ونتمرن. I don't want to be sent away. I don't want to be sent away. I don't want to be sent away. Scene number 8. I understand. I understand لها معنيين. المعنى الأول أفهم، والمعنى الثاني أتفهم. لنشاهد ونتمرن. Understand. 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 Number 9. So there's nothing to be scared of. So there is nothing to be scared of. So لذا لا يوجد هناك شيء لتخاف منه. إذا هذه عبارة أكثر استعمالا، أوكي، في الإنجليزية. So تعني لذا. Scared of، خائف من، أوكي. ولكن هنا so there is nothing to be scared of، لذا لا يوجد هناك شيء لتخاف من. لنشاهد ونتمرن. So there's nothing to be scared of. So there's nothing to be scared of. So there's nothing to be scared of. And the last scene, number 10. This is my number. هذا رقم هاتفي. أحيانا يمكن فقط أن تقتصر وتقول this is my number عوض أن تقول هذا رقم هاتفي. تقول هذا رقمي، this is my number، وتعني هذا رقم هاتفي. لنشاهد ونتمرن. This is my number. This is my number. This is my number. إذن كما تلاحظون هي لغة بسيطة ولكن سريعة نوعا ما، وبالتالي الهدف من هذه السلسلة هو أن نتمرن ونتعود على سرعة اللغة الإنجليزية الأمريكية، ومع الوقت إن شاء الله سنصبح قادرين على فهم وكذلك التحدث باللغة الإنجليزية بشكل سريع. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا كثيرا من خلال هذا الدرس، وأضرب لكم موعدا آخر في درس قادم إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت تزور القناة لأول مرة، قم بالاشتراك الآن بالضغط على زر سبسكرايب، ولا تنسى أن تفعل الجرس حتى تتوصل بالجديد فور نزولي. كما يمكنك زيارة صفحتنا على الفيسبوك تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة.